في بلد اختار أن يكون نموذجا في كل المجالات، ليس مستغربا أن يتجاور فيه مسجد وكنيسة ومعبد. معتنق الأديان هنا في حرية كاملة لممارسة شعائرهم. إذن كلمة السر التسامح. بؤر في العالم تشتعل، وفي الإمارات يجتمع بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر وممثل مذاهب أخرى 12 ومفكرون لمجابهة صدام اتخذ الدين عباءة له. فهذه هي الإمارات. قيمة أخرى تعليها الدولة منذ السبعينيات تمكين المرأة، فاستحوذت الإماراتية على 66% من القوة العاملة في القطاع الحكومي، 30% منها قيادات. الإمارات الأولى عربيا في مؤشر تكافؤ الأجور، وتدير 23,000 سيدة أعمالا بأكثر من 50 مليار درهم. فهذه هي الإمارات. لست وحدك في الأزمة. رسالة إماراتية لمستضعف العالم ومنكوبيه جعلتها الأولى عالمياً لخمس سنوات متتالية كأكبر جهة مانحة دولياً للمساعدات الإنمائية مقارنة بدخلها القومي، فلمست مساعداتها 100 دولة حول العالم. فهذه هي الإمارات.